حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هنالك موضوع في غاية الأهمية، وهو أن المسلمين منذ عهد النبوة ومنذ عهد الوحي يعلمون اضطرارا أن كل مسلم آمن بالله ربا ورضي بالله ربا ورضي بالإسلام دينا ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهو يعلم اضطرارا أنه يجب عليه أن ينقاد لأمر الله ورسوله وأن يستسلم لحكم الله ورسوله. وهذا أمر واضح ظاهر جلي في النصوص الشرعية وخلال التاريخ الإسلامي إلى عهد قريب، وفي القرن السادس والسابع حصل بعض الإشكالات سأذكرها إن شاء الله تعالى. فالأمر الأول، الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بشكل واضح وصريح: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. بل أكثر من ذلك، نفى الله تعالى الإيمان أو كماله على حسب الظروف، نفى الله الإيمان على من لم يتحاكم إلى الله ورسوله. يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبمعنى أن الإنسان لا يكتمل إيمانه أو لا يصح إيمانه إذا لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في حياته كانوا يتحاكمون إليه في شؤونهم، وفي وقتنا نتحاكم إلى سنته ونتحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وثم بعد ذلك لا يجد الإنسان في نفسه حرج، يعني بمعنى أنه يقبل هذا الحكم وإن خالف هواه. ثم تأمل معي آية أخرى، والآيات في هذا كثيرة، أنه ليس للمسلم خيار سوى هذا. من صدق إيمانه فيجب أن يخدع، أن يخضع وأن يستسلم لحكم الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أو ضلالا بعيدا. فهذا أمر واضح جلي ولم يختلف فيه المسلمون، سوى في القرن آخر القرن السادس والسابع ظهر حاكم مغولي، يعني ثم أسلموا
هؤلاء لما اجتاحوا العالم الإسلامي وأسلموا كان لهم كتابا اسمه الياسق أو الياسا، وكانوا يتحاكمون إليه، كتبه عظيمهم جنكيز خان. فهنا أفتى المسلمون أن من أسلم ويتحاكم إلى هذا الكتاب الذي كتبه عظيمهم فإنه يكفر بالله ورسوله، ولا يصح إيمانه إلا إذا آمن بكتاب الله وسنة رسوله وحكمهما في حياته. فإذا هذا أمر واضح. أتحدث عن هذا لأني أقف أحيانا متعجبا من أسئلة الناس واستفساراتهم. هناك مسلمون فينا ومنا يصلون ويصومون ويزكون، لكن لما يأتي الأمر إلى خلافات بينهم، لما يأتي الأمر إلى طلاق أو زواج أو ميراث أو قضايا مالية، لا يرجع إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك أحيانا أنه لا يقبل حكم الله ورسوله. وكم مرة جاءتني أسر يريدون تقسيم الميراث بحكم الشرع، وتجد بعضهم يمتنع يقول لا أنا أريد مثل ما يقول ويضمن لي القانون، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين في يعني في بعض الأحوال، فإذا يعني لا يقبل بحكم الله ورسوله. وهذا خدش ومشكلة كبيرة في الإيمان، واضحة جلية. لماذا وصل بعض المسلمين إلى هذا؟ أولا لجهلهم بالدين، يظنون ويعتقدون أن الدين شعائر تعبدية فقط، أنه يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويحضر الأعياد، وإذا جاء الزواج يأتون بالإمام ويقرؤون القرآن، هذا هو الدين. أما في حياته اليومية ليس للدين دخل فيه. وهذا هو عين الفكر العلماني الذي ليس له علاقة بالإسلام. وإن سألت عن ما هي العلمانية، فالعلمانية حقيقتها فصل الدين عن الحياة وليس عن السياسة فقط، أن الدين ليس له علاقة بالحياة، وأن الدين شيء خاص يعني يتعبد الإنسان في معبده وفي بيته وليس له علاقة بالحياة العامة. وهذا خلاف واضح لما جاءت به النصوص الشرعية وما عمل به المسلمون. لكن هذه العلمانية غريبة عن ديننا وليس لها علاقة بتاريخنا ولا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت في سياق تاريخي خاص لا يخصنا وليس له علاقة بنا. الغرب لما اختار العلمانية كفر بالنصرانية الكاثوليكية على وجه الخصوص، لأنها كانت تضطهد عباد الله فكفرت بها، ثم بعد ذلك كفروا بالدين كله وظنوا أن الأديان كلها تفسد على الناس حياتهم، وعمموا بينما مشكلتهم مع النصرانية الكاثوليكية على وجه الخصوص يعني مشكلة خاصة تهمهم، لأنه دينهم فاسد وليس له علاقة بدين عيسى عليه السلام، فاضطهدت الكنيسة عباد الله فكفر الناس بالدين كله. ثم بعد ذلك جاء المستعمرون وهم المستخربون، لما جاءوا إلى العالم الإسلامي ألغوا المحاكم الشرعية واستبدلوا الأحكام الشرعية بالأحكام الوضعية، وحاربوا كل من يدعو إلى التحاكم إلى شرع الله وكل من يعلم الدين، فأفسدوا وغيروا وبدلوا التعليم الإسلامي، ونشأ بذلك أجيال جاهلة فرأوا أن الأمر العام هو العلمانية التي تحكم، وأن الناس لا يعودون إلى حكم الله ورسوله. فحينها لا بد أن نذكر بهذا الأمر، وأن المسلم ليس له خيار وليس له أن يتخير ما يشاء من دين الله. هؤلاء هم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وممن جعلوا القرآن عضين يأخذون ما تشتهيه أنفسهم ويتركون ما لا تشتهي أنفسهم وما ليس في مصالحهم، بينما دين الله تبارك وتعالى عام مطلق يشمل كل قضايا الحياة، وما من مسألة جديدة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها والجواب عنها، إما تفصيلا وإما بناء على قاعدة عامة جاء الشرع ببيانها. وهذا لا يعني
أننا سنحكم جميع الأحكام الشرعية فيما نحن فيه وفي كل مكان، لا، لأن نفعل ما نستطيع وما هو وفق الإطار القانوني وما نعلمه في المجتمع طبعا. وحتى في العالم الإسلامي لا يمكن للإنسان إذا قتل إنسان يذهب ويقتله وأن يرجم الزانية أو يرجم الزاني، لا، لأن هذا يرجع إلى الحاكم ويرجع إلى القاضي. فنفعل ما نستطيع، لكن لا ينبغي، وهو الأمر الخطير، أن الإنسان يتطبع بهذا الوضع ويظن أن هذا الوضع هو الأصل العام وهو القاعدة العامة. لا، نحن في حالة استثنائية، نفعل ما نستطيع، واتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. The believers, Muslims since the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the revelation. Please, if you have some space, come forward. There is your brothers, they don't have space. Fill the gap, جزاكم الله خيرا. Muslims since the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the revelation have always understood that whoever believes in Allah as his Lord, Islam as his religion, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as the messenger of Allah has to submit to the will of Allah subhanahu wa ta'ala and accept the decision of Allah and his messenger. Allah has commanded his messenger alayhi salatu wa salam to judge between people with what has been revealed to him. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. And judge, O Muhammad, between them by what Allah has revealed, and do not follow their inclinations, and beware of them, lest they tempt you away from some of what Allah has revealed to you. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned that we will only be true believers if we make the Prophet sallallahu alayhi wa sallam judge in our conflicts and disputes. During his life, Muslims returned to him to judge between them. And after his death, we should return to his sunnah, alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala says, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. But no, by your Lord, they will not truly believe until they make you, O Muhammad, judge concerning that over which they dispute among themselves, and then find within themselves no discomfort from what you have judged, and submit in full willing submission. And finally, Allah tells us that accepting the judgment of Allah and His Messenger is not a matter of choice. It is an obligation upon every believing man and woman. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. It is not for a believing man or believing woman when Allah and His Messenger have decided a matter that they should thereafter have any choice about their affair, and whoever disobeys Allah and His Messenger has certainly strayed into clear error. The believers, I'm raising this important topic because nowadays, some Muslims, they pray, they fast, and they give zakat. But when an issue comes as disputes and conflicts, when it comes to inheritance, for instance, they do not think like Muslims anymore. They do not seek the solution in their religion. And even worse, sometimes do not accept the judgment of the religion. And this attitude is not the attitude of the believers, but rather the attitude of the hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala has revealed about them. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. And when it is said to them, come to what Allah has revealed and to the messenger, you see the hypocrites turning away from you in aversion. The believers, on the other hand, are those who, when they are brought back to the judgment of Allah and His Messenger, alayhi salatu wasalam, they say, we have heard and we have obeyed. سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. The only statement of the true believers when they are called to Allah and His Messenger to judge between them
is that they say we hear and we obey, and those are the successful. Why do some Muslims turn their backs on the judgment of religion in certain matters? There are certainly several reasons that help us to understand this attitude, and I will mention two of them. Firstly, the ignorance of the religion, and the ignorance of Iman and Aqidah, and the nature of Islam. They think that Islam is only about acts of worship, about praying and fasting and giving zakat, and that the religion has nothing to do with our everyday life, our business, our inheritance, our relationships, and this is totally wrong. Secondly, we live today in a world where the dominance is secularism, which separates religious life, practice of faith, from everyday life. And this concept was born in Europe as a reaction to the dominance and overwhelming of the Catholic Church, which made people reject the church and reject religion in a more general way. And from there, what is called humanism and rationalism spread and became the norm, and people lived their religion. On the other hand, secularism was imposed on the Muslim world by the colonizers, who banned Islamic codes and Islamic norms in societies. And even after independence, those in power only followed this path and removed Islam from everyday life in some way or another. So we have had generations of Muslims who have grown up and been educated in this approach to Islam, a secular, or what they call today liberal Islam, when Islam is fundamentally non-secular and non-liberal. This does not mean that we cannot live in these societies and that we do not have the capacity to live in this exceptional situation. Islam must be practiced as best we can within the limits that the law and the society allow. But what is very important is that as Muslims, we cannot pick and choose what fits us and leave what doesn't suit us as we please. Islam encompasses all aspects of life without exception, and practicing Islam as it has been revealed according to one's ability, and if one of us cannot practice it, he should recognize his weakness and negligence without looking for fatwas here and there to find what fits his desires and wishes. May Allah guide us to a clear understanding of our religion. هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهدى والنعمة المسلى محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا رحم الرحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في السودان. اللهم ارفع عنهم الضر وارحم ضعفهم وأخرجهم مما هم فيه من الفتن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا أجمعين واهدنا لسبل السلام. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا.